بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 27. بعد أن تراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة حتى يدخل الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. فيدخلهم بغير شفاعة فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته. وينشئ الله أقواما بعد أن يدخل الجنة ويبقى في الجنة فضل بعد أن يدخل الجنة من أهل الدنيا. فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، وفي العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم المورود من محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زال الشيخ رحمه الله يذكر أحوال يوم القيامة، قد انتهى إلى هذا القدر وهو الشفاعة، مما يكون في يوم القيامة الشفاعة. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو الضم، هو ضم شيء إلى شيء، يقال شفع الشيء إذا ضم إليه شيئا آخر. وأيضا الشفاعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأن الأعداد إما آحادية وإما زوجية، وهي ما تسمى بالأشفاع. فالواحد وتر أو آحادي، والاثنان والثلاثة وتر، والأربعة شفع، وهكذا. أما الشفاعة في الشرع فمعناها الوساطة في الخير، الوساطة في تحصيل الخير للغير. ويقول بعضهم الشفاعة طلب الخير للغير، بأن يتوسط أحد عند من يملك حوائج الناس، فيتوسط عنده أحد في قضاء حوائجهم. تكون الشفاعة عند المخلوقين وتكون عند الخالق أيضا. تكون عند المخلوقين كالذين يتوسطون عند ولاة الأمور في قضاء حوائج الناس، أو يتوسطون عند ولاة الأمور في العفو عن من استحق العقوبة إذا كان هذا الأمر مما تجوز فيه الشفاعة. والشفاعة عند المخلوقين على قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. الشفاعة الحسنة ما كان فيها خير، والشفاعة السيئة ما كان فيها شر. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وقال عليه الصلاة والسلام: قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة إذا كانت في تحصيل خير أو دفع شر فإنها محمودة لما فيها من المنفعة للمسلم والمحتاج. أما إذا كانت شفاعة سيئة وهي ما فيها طلب شر، كالشفاعة في الحدود، من وجب عليه حد من حدود الله ثم جاء أحد يريد أن يشفع لإسقاط الحد عنه، هذه شفاعة منكرة، وملعون من فعلها، وملعون من قبلها أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وأنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حبه وابن حبه لما أراد أن يشفع في حد السرقة الذي وجب على امرأة، وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟
أنكر عليه إنكارا شديدا، هذه شفاعة، شفاعة سيئة. هذا عند المخلوقين، تكون الشفاعة عند الخالق سبحانه وتعالى، وهي المقصودة هنا، بمعنى أن يتقدم أحد من الرسل أو من الصالحين أو الأولياء بعد أن يأذن الله له، بعد أن يأذن الله له فيشفع لأحد من الخلق عند الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. هذه هي الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى الشفاعة في أهل الموقف كما سبق، الشفاعة في أهل الموقف من جميع الخلق حينما يشتد بهم الوقوف والحر والتعب، فيطلبون من خواص الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله من أجل أن يريحهم من الموقف وأن يفصل بينهم، لأنهم تعبوا من طول الوقوف ينتظرون، فيطلبون من الأنبياء أن يتوسطوا لهم عند الله جل وعلا، بمعنى أن يشفعوا لهم عند الله بأن يريحهم من الموقف ويفصل بينهم في القضاء. فيتقدمون إلى آدم عليه السلام لأنه أبو البشر، ويطلبون منه أن يشفع عند الله بأن يريحهم من هذا الموقف فيعتذر، ويتقدمون إلى نوح وهو أول الرسل فيعتذر، ثم يتقدمون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيعتذر، ويتقدمون إلى موسى، ثم إلى عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، فكلهم يعتذرون لأن الموقف موقف عظيم، والرب سبحانه وتعالى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. ثم يتقدمون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، يستعد للشفاعة عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل ويدعوه ويتضرع إليه ويمجده ويحمده، ألا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يريحهم الله من الموقف إلى فصل القضاء بينهم، فيقبل الله جل وعلا شفاعته. وذلكم هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. وهذه الشفاعة عامة للمؤمنين والكفار، كل أهل الموقف. هذه الشفاعة الأولى وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة بعد نهاية الأمور التي مر ذكرها من الحساب والميزان وتطاير الصحف بالأيمان أو بالشمال والمرور على الصراط، وبعد إقامة القصاص بينهم، فإنهم ينتهون إلى الجنة، ولكن الجنة مغلقة لا يدخلونها. ما هو كل من أراد رغب أنه يدخل الجنة، لا، الجنة مغلقة لا تدخل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهوا إلى الجنة طلبوا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله في دخول الجنة، فيستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام، يعني يقرعه، فيقول الملك رضوان الذي هو خازن الجنة من بالباب، فيقول محمد، فيقول لقد أمرت ألا أفتح إلا لك، فتفتح الجنة يدخلها المؤمنون. ولهذا قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أما النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بدون واو، لأن النار والعياذ بالله مفتحة لهم، هم لا يريدونها لكن ليس لهم عنها محيط، فمفتحة أبوابها، فتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، ما يحتاج استئذان، مفتوح يفتحونه لهم. أما الجنة فقال حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها، فالواو هذه تدل على شيء كما يقول العلامة ابن القيم، تدل على أنه لا تفتح إلا بطلب وإذن من الله سبحانه وتعالى. وفتحت أبوابها، فتحت بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه الشفاعة الثانية وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم كالأولى. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق دخول النار من أهل الكبائر ألا يدخلوها، يشفع لهم فيعفو الله عنهم ولا يدخلون النار وهم مستحقون لدخوله، لكن الله يقبل فيهم شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة هذه الثالثة. الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، فيخرجون من النار بعدما دخلوها وعذبوا فيها مدة الله أعلم بها، ويخرجون من النار بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة. وهاتان الشفاعتان الشفاعة الأولى والثانية خاصتان به صلى الله عليه وسلم، أما الشفاعة الثالثة والرابعة فليستا خاصتين به صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم، فهاتان الشفاعتان من استحق دخول النار أن لا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، هاتان مشتركتان بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين المؤمنين والأولياء والصالحين والأفراط. وهناك شفاعة ثالثة خاصة به صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته لعمه أبي طالب. أبو طالب ابن عبد المطلب هذا له مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف جيدة قبل البعثة وبعد البعثة. قبل البعثة كان هو الذي تولاه بعد جده عبد المطلب، لأنكم تعلمون أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، وهو في بطن أمه توفي وهو صغير، ثم تولاه عبد المطلب جده، ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى به إلى ابنه أبي طالب فقام بكفالته خير قيام وضمه إلى أولاده وأحسن إليه وأحبه محبة شديدة، ولما بعثه الله نبيا قام بالدفاع عنه وحمايته من أذى قومه ووقف معه المواقف العظيمة وصبر معه على الشدائد وعلى أذى قريش وهجر قريش له، وله قصيدته المشهورة اللامية المعروفة لأبي طالب في هذه المواقف. وكان يعترف أنه رسول الله، ولكنه لم يتبعه حمية ونخوة جاهلية من أجل لا يجر على قومه كما يقول مسبة، فهو لم يؤمن به مع علمه بأنه رسول الله، لم يؤمن به ولم يتبعه من أجل الحمية لقومه. حتى عند الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر وعنده بعض المشركين، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أو أحاج كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له المشركون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، ومات ولم يقل لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الحاصل أن أبا طالب كان له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم على كفره وشركه وتمنعه من الدخول في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كريم يحب الوفاء، فأراد الوفاء مع عمه، حتى إنه قال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. لما نهاه الله امتنع، لكنه طلب من ربه أن يشفع فيه، فأعطاه الله الشفاعة له في التخفيف من العذاب فقط، تخفيف من عذاب جهنم فقط، فيشفع فيه بأن يخفف عنه العذاب ويوضع في ضحضاح من نار، يوضع في ضحضاح من نار ويجد من الألم والعذاب ما يظن أن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة في المشركين لا تصح إلا هذا الرجل
شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة، وهي ليست لإخراجه من النار، لأن المشركين لا يخرجون من النار، ولكنها في تخفيف العذاب عنه فقط في نار جهنم. هذه الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى، الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، الشفاعة في عمه أبي طالب، هذه الأنواع الثلاثة خاصة به صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة في أهل، في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها أو من دخلها منهم أن يخرج منها، فهاتان مشتركتان بينه وبين غيره عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة الأولى والثانية فهذه لم ينكرها أحد، الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في دخول الجنة لم ينكرها أحد من الفرق. أما الشفاعتان الأخيرتان، من استحق النار أن لا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، فهذه خالف فيها الخوارج والمعتزلة، فهما لا يثبتان الشفاعة في أهل الكبائر. الخوارج والمعتزلة لا يثبتون الشفاعة في أهل الكبائر، لأن عندهم أن أهل الكبائر كفار والعياذ بالله. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر، وإذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة في المنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، فإن مات ولم يتب فهو مخلد في النار لا يخرج منها كما تقوله الخوارج، فهم متفقون على حكمه في الآخرة ولا يثبتون شفاعة في أهل الكبائر. أما أهل السنة والجماعة قاطبة فيثبتون هاتين الشفاعتين، من استحق دخولها أن لا يدخلها، من دخلها أن يخرج منها، وذلك خاص بمن عنده إيمان وعنده توحيد ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك ودون الكفر، فإن الأحاديث متواترة في إثبات هذه الشفاعة، ومن أنكرها فهو ضال مخالف لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الناس في أمر الشفاعة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قوم غلوا في إثبات الشفاعة، غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها من الأموات ومن الأصنام ومن الأحجار والأشجار، وهؤلاء هم المشركون والقبوريون من المنتسبين للإسلام اليوم، القبوريون وغلاة الصوفية كلهم يغلون في إثبات الشفاعة حتى يطلبوها ممن لا يصح أن تطلب منه، كالأصنام والأشجار والأحجار والأموات، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك الحال في أهل عباد القبور اليوم، إذا قيل لهم هذا شرك قالوا: لا، إن قصدنا نطلب منهم الشفاعة، فيذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويستغيثون بهم، وإذا قيل لهم هذا شرك قالوا: لا، هؤلاء رجال صالحون ونحن مذنبون ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل، ما نريد منهم إلا الشفاعة. هذا هو قول المشركين الأولين، سواء بسواء، تشابهت قلوبهم، لا فرق بين شرك أبي جهل وأبي لهب وبين شرك هؤلاء، لأن الكل يطلب الشفاعة من هذه المعبودات، وإلا هم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما قصدهم أنها تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم عند الله. أم اتخذوا من دونه شفعاء؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. فهؤلاء غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها من غير أهلها وأشركوا بالله عز وجل بسببها. القسم الثاني غلوا في نفيها، وهم الخوارج والمعتزلة،
على النقيض من المشركين غلوا في نفي الشفاعة التي تواترت الأدلة بإثباتها، وليس لهم من حجة إلا أخذهم بالآيات التي فيها نفي الشفاعة، كقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وكقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وفي الآية الأخرى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، في الآية الأولى: لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، يعني فدية، وفي الآية الثانية: لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فأخذوا من النفي في هاتين الآيتين نفي الشفاعة مطلقة، والجواب عن هذا واضح من لفظ الآية أنها في المشركين، أن المشركين والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أما المؤمنون فإنها تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله سبحانه وتعالى بها، فإن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذنه، بخلاف المخلوقين فإنهم يشفع عندهم بدون إذنهم. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما الكافرون والمشركون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الملائكة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي رضي الله قوله وعمله، وهو المؤمن الذي استحق التعذيب بكبيرة فعلها مع إيمانه وتوحيده. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية فيها الشرطان: من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى يعني عن المشفوع فيه، وهذا هو الشرط الثاني. فإذا توفر الشرطان فالشفاعة حق، وإذا انتفى الشرطان أو أحدهما الشفاعة باطلة ولا تقبل. هذا هو حاصل الكلام على أمر الشفاعة وبيان ما فيها من التفصيل وبيان أنواع الشفاعة التي تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم، والشفاعة المشتركة. ثم عقب الشيخ رحمه الله بأن الله يخرج من النار أقواماً بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، وذلك من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا كان في قلبه إيمان وتوحيد وليس عنده شرك ودخل النار بذنوبه وموبقاته فإن الله يخرجه منها. فالذين يخرجون من النار على قسمين: قسم يخرجون بشفاعة الشافعين، وقسم يخرجون منها بدون شفاعة بل بإيمانهم وتوحيدهم ولو طال مكثهم في النار، فإن مآلهم إلى الجنة، فإنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك وأهل الكفر والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فإنهم وإن عذبوا في النار ودخلوها وأقاموا فيها مدة طويلة فإنهم يخرجهم الله بإيمانه فضلاً منه سبحانه وإحسانه، فيخرج الله من النار أقواماً يعني من أهل الإيمان وأهل التوحيد بغير شفاعة بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ومع هذا يبقى في الجنة فضل يعني زيادة عن أهلها، بعدما يدخل أهل الجنة الجنة كل من استحق دخول الجنة دخلها من الأولين والآخرين تكاملوا فيها، لكن الجنة واسعة. قال الله سبحانه وتعالى: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي الآية الأخرى: عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة واسعة ويبقى فيها فضل زيادة، فيخلق الله له أقواماً ويدخلهم الجنة، يخلق الله لهذه الزيادة أقواماً فيدخلهم الجنة من أجل ألا يبقى فيها شيء
والجنة فضل من الله جل وعلا، يدخلها من يشاء بفضله وإحسانه. وأما النار فإنها عدل، لا يدخلها إلا من استحق دخولها بذنوبه وسيئاته. النار دار عدل وجزاء، فلا يدخلها إلا من استحق دخولها. أما الجنة فإنها فضل من الله ورحمة من الله، فيدخلها من يشاء سبحانه وتعالى من عباده. نعم. وأول من يستحق باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. هو يستفتح الجنة للجميع، لجميع أهل الجنة من أمته وغيرهم، ولكن أمته هي أول من يدخلها لشرف هذه الأمة على غيرها من الأمم، فهي الأمة الأخيرة من الأمم، وهي الأمة السابقة إلى الجنة يوم القيامة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. والجنة من أمته وغيره، ولكن أمته هي أول من يدخلها لشرف هذه الأمة على غيرها من الأمم، فهي الأمة الأخيرة من الأمم، وهي الأمة السابقة إلى الجنة يوم القيامة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. وهذا تشريف لهذه الأمة، قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة لها فضل على سائر الأمم، ومن ذلك أنهم هم أول من يدخلون الجنة. نعم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، يعني مجملة على باب الإجمال، والله هي بالتفصيل أكثر من ثلاث. نعم. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وهؤلاء هم أولو العزم، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم، كما في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكما في قوله تعالى إنا أوحينا إليك، وكما في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، خمسة هؤلاء هم أولو العزم. وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هؤلاء الخمسة ذكرهم الله في هاتين الآيتين. وقيل إن جميع الرسل أولو العزم، كل الرسل يقال لهم أولو العزم، ولكن المشهور الأول أن أولو العزم هؤلاء الخمسة. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذا الشفاعتان هذا كما في قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت بالواو دل على أنه فيه محاولة وطلب لفتحها وشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهاتان الشفاعتان خاصتان له، الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول أهل الجنة. نعم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. هذان نوعان، نوعان شفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، الشفاعة في من دخلها أن يخرج منها، مع النوعين الأولين تكون الشفاعات أربع أنواع، والخامسة شفاعته في عمه أبي طالب، والسادسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم في الجنة. نعم. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم. فيخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. الخارجون من النار من أهل الإيمان على قسمين، قسم يخرج بالشفاعة وذلك من أجل إكرام الشافع وإظهار فضله، ومن أجل منفعة المشفوع. نعم. ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها. والنوع الثاني من يخرجون من أهل الإيمان من النار بعد تعذيبهم فيها
بدون شفاعة بسبب إيمانهم وتوحيدهم، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر والشرك. نعم. ويبقى في الجنة فضل من دخلها من أهل الدنيا، مع كثرة من دخل الجنة من الخلائق من الأولين والآخرين يبقى فيها فضل لسعتها، فيخلق الله له أقواما يسكنون مما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم المروض عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. غرض الشيخ من ذلك أنه لما فرغ من ذكر التفاصيل في الآخرة حسب الأدلة قال يعني ما هو ما استقصى كل ما يكون في الآخرة، هناك أشياء في الآخرة لم يذكرها لأنها تحتاج إلى بسط تطويل، وهذه الرسالة هذه مختصرة، هذا جواب عن سؤال، وما كتب على أنه مؤلف، كتبه على أنه جواب عن سؤال ورد إليه فهو يختصر فيه. فأحالكم إلى معرفة تفاصيل ما في الدار الآخرة إلى الكتب المنزلة من السماء، ومن ذلك القرآن، أعظم ذلك القرآن الكريم، فإن فيه من تفاصيل الآخرة الشيء الكثير. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الشيء الكثير. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن الآخرة والبعث والنشور أكثر من غيره من الرسل، لأنه هو النبي الخاتم وهو نبي الساعة، فلذلك كان ذكر الآخرة في كلامه أكثر من ذكرها في كلام غيره من الرسل، لأن رسالته متأخرة وهو نبي الساعة، وبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، فلذلك فصلها عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره. والحاصل أن أمور الآخرة لا يتكلم فيها إلا بدليل، لأنها من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يتكلم في أمور الآخرة إلا بدليل، لأنها من أمور الغيب، وأمور الغيب ليس للعقل فيها مجال. ولذلك غلط المعتزلة ومن نحوهم حينما تكلموا في مسائل من أمور الآخرة بعقولهم وأفكارهم، لأن هذا ليس مما يدخل تحت معارف العقول، وإنما يتبع فيه الوحي المنزل. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الإنسان يتوقف عن الكلام في أمور الآخرة إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في التفاصيل. أما إثبات اليوم الآخر والإيمان به فإنه ثابت بالعقل والفطرة والكتاب والسنة، العقل يثبت البعث، الفطرة تثبت البعث كما سبق، في أن الناس يعملون في هذه الدنيا ولا يلقون جزاءهم. المؤمن يعيش في الدنيا وقد يموت وهو فقير وهو مريض وهو في أسوأ حال من ناحية سعة الدنيا، ولكنه في أحسن حال من ناحية العبادة وذكر الله عز وجل، ولا ينال من جزائه شيئا، يموت ما نال من جزائه شيئا. المسرف والكافر والمشرك والفاسق والفاجر يسرح ويمرح ويموت ولا ينال من عقوبته شيئا، فدل على أنه لا بد أن هناك دارا أخرى يجازى فيها الناس على أعماله، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين
كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفحسب الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ هذه أدلة عقلية على إثبات الجزاء، إنما هي دار عمل، والآخرة دار جزاء وليست جزاء عمل. ولهذا يقولون الدنيا دار عمل وليست دار جزاء، والآخرة دار جزاء وليست دار عمل. العقل يدل على إثبات البعث، لكن تفاصيل ما يجري هذا يحتاج إلى أدلة السمع، أي أدلة الشرع، أمور توقيفية. ما أثبته الشارع أثبتناه، وما نفاه الشارع نفيناه، دون تدخل بعقولنا وأفكارنا ومقاييسنا، إنما هذا فعل أهل الضلال. نعم. وتؤمن بفرقة النافية أهل السنة والجماعة في قدر خيره وشره. هذا هو آخر الأصول، أصول العقيدة أو أركان الإيمان. تكلم الشيخ رحمه الله عن أركان الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أتى على الأخير منها وهو الإيمان بالقدر، كما في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الركن السادس. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال في الآية الأخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أركان الإيمان مذكورة في القرآن أيضا، وآخرها الإيمان بالقضاء والقدر. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. والقدر مأخوذ من قدرت الشيء إذا علمت مقداره. قدرت الشيء قدرا أو قدرا، أي علمت مقداره وأحط به. وأما القدر في الشرع فمعناه علم الله جل وعلا بما كان وما سيكون، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. فما من شيء يحدث في هذا الكون إلا وقد سبق في علم الله عز وجل الأزلي وقوعه وكتبه في اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا هو القدر في الشرع، إحاطة الله جل وعلا وعلمه بالأشياء قبل وقوعها ثم كتابتها. فقد علم مقادير الخلائق في علمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها بعلمه القديم الأزلي. المرتبة الثانية كتابته ذلك في اللوح المحفوظ، وكل شيء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يجري شيء ولا يقع شيء من أول الخليقة إلى آخرها إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. والمحفوظ يعني من الزيادة والنقصان والتغيير. المرتبة الثالثة إرادة الله النافذة ومشيئته الشاملة لكل ما يحدث، فلا يحدث في هذا الكون شيء إلا وقد شاءه الله وأراده، لا يقع في ملكه ما لا يريد، فكل شيء يقع فإنه بمشيئته وإرادته، سواء كان خيرا أو شرا، أو إيمانا أو كفرا، أو طاعة أو معصية، أو حياة أو موتا، أو ضارا أو نافعا، كل ذلك
قد شاءه الله وأراده سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة أن كل ما يكون في هذا الكون ويحصل في هذا الكون فهو خلق الله، الله الذي خلقه وأوجده. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن ذلك أفعال العباد، فإنها أفعالهم وكسبهم، والله جل وعلا خالقها، فهي خلق الله وهي أفعال العباد كما يأتي. هذه مراتب القدر باختصار، فمن لم يؤمن بها كلها فليس بمؤمن بالقدر. نعم. وتؤمن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هذه أربع مراتب، درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، الدرجة الأولى تتضمن شيئين والدرجة الثانية تتضمن شيئين، فإذن المراتب أربع بالتفصيل. نعم. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. الأزل هو القديم الذي لا بداية له، هذا الأزل القديم الذي لا بداية لقدمه، والأبد هو الذي لا نهاية له، الأبد هو الذي هو المتأخر الذي لا نهاية له. نعم. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، هذا علمه بكل شيء. نعم. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، هذا الشيئين، الشيء الأول علمه والشيء الثاني كتابته. نعم. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو تالي الى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم، القلم مخلوق، ما من شيء إلا وهو مخلوق إلا الله جل وعلا، كل شيء سوى الله فهو مخلوق، والقلم من مخلوقاته، العرش من مخلوقاته، السماوات مخلوقاته، الأرض من مخلوق، كل شيء مخلوقات الله عز وجل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر الله عز وجل. اختلف الناس في أول المخلوقات، الصحيح أن مخلوقات الله لا بداية لها، إن الله لا يزال يخلق سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء، لأنه بصفاته وأفعاله قديم جل وعلا، قديم أزلي، لا بداية لذاته ولا لصفاته ولا لأفعاله، لكن المخلوقات نوعها قديم، أما أعيانها فإنها حادثة شيئا بعد شيء تتجدد وتحدث. فمن المخلوقات القلم، أمره الله بالكتابة من حين خلقه، أمره الله بالكتابة من حين خلقه وأوجده، خلقه أولا ثم أمره بالكتابة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذان، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. فالصحيح أن العرش هو أول هذه المخلوقات المرئية الموجودة، أولها العرش، والقلم خلق بعده، ثم أمره الله بالكتابة من حين خلقه، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. وبعضهم يرى أن القلم هو أول هذه المخلوقات المشاهدة الموجودة والعرش بعده، ولكن هذا مرجوح، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش كان موجودا قبل القلم وكان عرشه على الماء، هذا هو الدليل على تقدم خلق العرش على خلق القلم. نعم. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فما اصاب الانسان
لم يكن ليخطئه، ومع الأخطاء لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا من كلام الصحابة، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أما قوله جفت الأقلام وطويت الصحف فهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس. نعم. كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أي قد علمت، لأن الهمزة هنا للتقرير وليست للاستفهام، للتقرير أي قد علمت أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذه فيها إثبات العلم، فيها إثبات العلم. نعم. ألم تعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب. هذه فيها إثبات الكتابة، ففيها المرتبتان العلم والكتابة. نعم. إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يسير. إن ذلك أي الإحاطة بهذا وعلم هذا وكتابته كله يسير على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء. يعني ما تستغرب العقول كيف أن الله علم كل هذه الأمور وكيف كتبها كلها، قال هذا على الله يسير، لا غرابة في ذلك. نعم. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة من قحط وجدب أو موت أو مرض أو فقر أو قتال أو غير ذلك مما يكرهه الناس من المصائب فإنه بقضاء وقدر مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. فهذه الآية فيها أن كل شيء يجري على الناس فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض مما يصيب الثمار أو يصيب البحار أو يصيب الأنهار أو يصيب الأشجار، المصائب التي تحدث في الأرض من التغيرات الكوارث، ولا في أنفسكم من المرض والموت والقتل والجوع وغير ذلك من الآفات التي تصيب الأبدان، إلا في كتاب وهو في اللوح المحفوظ، أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق المصيبة، البرء معناه الخلق، فهي مكتوبة قبل أن تخلق وقبل أن توجد وقبل أن تقع بإذن الله سبحانه وتعالى. إن ذلك على الله يسير. ففي هذه الآية أن المصائب من خلق الله عز وجل وإيجاده ومشيئته وإرادته، وفيها أنها مكتوبة، ففيها أيضا الدرجتان، درجة الخلق والإيجاد ودرجة الكتابة. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. هذا الكلام في القدر العام، علم الله جل وعلا بالأشياء ثم كتابته لها، هذا القدر العام. وهناك تقادير خاصة، تقادير وهو ما يسمى بالتقدير العمري، وذلك حين يأتي الملك إلى الجنين في بطن أمه فيؤمر بكتابة أربع كلمات: يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا التقدير العمري، ما يجري على الإنسان في عمره، وهي كتابة خاصة بهذا المولود، هذا التقدير العمري. والنوع الثاني التقدير السنوي، وذلك ما يكون في ليلة القدر من كتابة ما يجري في السنة، ما يجري في السنة من حياة وموت وعز وذل وغنى وفقر ومطر وجد، هذا التقدير السنوي، وهذا يكون في ليلة القدر. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر فيها ما يجري في السنة. وهناك تقدير يومي، ما يجري على الإنسان في يومه وليلته، وهذا كما في قوله تعالى: كل يوم هو في شان. هذه التقادير الثلاثة تفصيلية مأخوذة من اللوح المحفوظ، من القدر السابق العام. فالتقدير على نوعين: تقدير عام وتقدير خاص. والتقدير الخاص ثلاثة أنواع: عمري وسنوي ويومي. نعم.
وكلها مأخوذة من القدر العام، القدر السابق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام يسأل ربه عز وجل ألا يخزيه في عذاب أبيه آزر، وقد ورد في الأثر أن أبا إبراهيم يمسح، أو كما ورد في الأثر، فهل هذه شفاعة خاصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هذا التفسير لا أعرفه ولا أعلم عنه شيئا، ولكن الله صرح بأن إبراهيم تبرأ من أبيه في الدنيا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي الآية الأخرى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وفي الآية الثالثة بعد مناظرته لأبيه في سورة مريم في النهاية قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فالآيات تدل على أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه في النهاية، فهذا التفسير أنه لا تخزني ما أظن لا يصح عن إبراهيم عليه السلام أنه يطلب أن الله لا يعذب أباه وهو كافر، فهذا فيه نظر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في تخفيف العذاب عن بعض المشركين غير عمه أبي طالب؟ لا، ما ورد، وهذا خاص بأبي طالب فقط، أما المشركون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن هذا الحديث في أبي طالب يكون مخصصاً للآية من ناحية التخفيف لا من ناحية إخراجه من النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين قول المعتزلة والخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا من ناحية إقامة الحدود ونحوها؟ الخوارج يرون أنه كافر تجرى عليه أحكام الكفار، وأما المعتزلة فهم يقولون لا، ليس بكافر ولا مؤمن، هو في المنزلة بين المنزلتين، كأنه موقوف أمره عندهم حتى تتبين نهايته. وكلا القولين قول باطل ومخالف لأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فليس هناك منزلة بين المنزلتين، فالإنسان إما مؤمن وإما كافر، لا ما فيه واحد ما هو مؤمن ولا كافر أبدا، فالإنسان إما مؤمن وإما كافر، لا ما فيه واحد ما هو مؤمن ولا كافر أبدا، الإنسان إما هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ليس هناك قسم ثالث، والمؤمن قد يكون مؤمنا تقيا وقد يكون مؤمنا عاصيا فاسقا، لكنهم يشملهم اسم المؤمن داخل اسم المؤمن. فالفرق بين الخوارج والمعتزلة فقط أن الخوارج كفرونه على طول، وأما الخوارج هم ينتظرون يقولون في المنزلة بين المنزلتين. نعم. وهذا قول باطل، ما في منزلة بين المنزلتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الشفاعة والاستعانة؟ الاستعانة أعم، استعانة أعم من الشفاعة. نعم، الشفاعة نوع من الاستعانة بالمشفوع به، نوع من الاستعانة بالمشفوع به، وهي استعانة جائزة فيما يقدر عليه، يجوز أن تستعين بالإنسان فيما يقدر عليه. نعم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والمخلوق الحي، المخلوق الحي يقدر على الدعاء، لأن الشفاعة دعاء، فهو يقدر على الدعاء. نعم. فأنت تستعين به بما يقدر عليه، وهو أن يدعو الله لك ويشفع لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن النار تكون مفتوحة، فما توجيه ذلك مع قوله سبحانه إنها عليهم مؤصدة؟ بعد ما يدخلونها، لكن حينما يردون إليها تفتح لهم بدون أنهم يطلبون أن تفتح لهم. نعم. لكن إذا دخلوها توصد عليهم والعياذ بالله، لا يخرجون منه، تطبق عليهم. نعم. فذكر فضيلتكم أن الجنة تكون مغلقة، فما توجيه ذلك مع قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب؟ هذا بعد الدخول، فتحت لهم الأبواب بعد دخولها، الأبواب أبواب منازلهم ومساكنهم،
مفتحة لهم، يحتاجون إلى أنهم يتعبون في فتح الباب أو في هذا، من تمام نعيمهم وراحتهم. نعم، أبواب مساكنهم ومنازلهم ودرجاتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين الحديث الذي يخبر أن آخر من يدخل الجنة لا يجد له مكانا فيقول الله إن لك الدنيا، وبين أن يبقى في الجنة فضل وزيادة فينشئ الله لها أقواما؟ هذا بعد ما يتكامل أهل الجنة ويدخل الجنة من شاء الله من أهل النار الذين يعني من الذين دخلوا النار من المؤمنين، هذا في النهاية حين لا يبقى أحد يستحق دخول الجنة من أهل الدنيا، من أهل الدنيا حينئذ ينشئ الله أقواما ويسكنهم الجنة لئلا يبقى من الجنة شيء ليس له ساكن. نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله، الحديث الذي رواه الشيخان بأن الله يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، هل يقال إن خير نكرة في سياق النكرة فتعم كل خير فيؤخذ منه عدم في تارك الصلاة كفرا أكبر؟ لم يعملوا خيرا قط وهم من أهل الإيمان، لأنهم ماتوا نطقوا بالشهادة مثلا وماتوا، ختم لهم بالتوحيد والإيمان وماتوا ولم يعملوا، لم يسبق لهم، كان كل حياتهم على الكفر وعلى المعاصي، فلما أراد الله لهم الخير دخلوا في الإسلام ثم فاجأتهم المنية وماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، ماتوا على التوحيد لأن الله ختم لهم بالإيمان. في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يدخله. فإذا من الله على العبد ودخل في الإسلام ثم فاجأته المنية، افرض أنه نطق بالشهادتين وهو سليم معافى ثم أصابته سكتة ومات على طول، هذا ما عمل إلا أنه نطق بالشهادتين مؤمنا بهما عارفا لمعناهما يعني قاصدا للعمل بمقتضاهما لكن لم يتمكن، مات على الإيمان. هذا الذي لم يعمل خيرا قط في حياته إلا أنه ختم له بالإيمان. أما تارك الصلاة فهذا يعتبر من المرتدين ليس من أهل الإيمان، إذا مات على ذلك مرتد لا يكون من أهل الإيمان ولم يختم له بخير. نعم. الأول يدخل النار إذا آمن ولم يعمل ومات لا، الإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله، لا يدخل النار لأن الله غفر له بالتوبة والنطق بالشهادتين، والإسلام يجب من قبله. إنما لو عمل سيئات بعد ما دخل في الإسلام كبائر هذا معرض لدخول النار. نعم. أما ما قبل الإسلام فهذا معفو عنه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما قبل الإسلام هذا يعفو الله عنه ويجبه الإسلام، أما ما بعد الإسلام من الكبائر فهذا محل التفصيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل خلق الله تعالى لقوم آخرين عندما يبقى قبره في الجنة، هل خلق الله لهؤلاء وإدخالهم الجنة ينافي عدله، فكيف يدخلون الجنة وهم لم يعملوا الحسنات؟ هذا فضل منه سبحانه، ما عملوا سيئات، ما عملوا سيئات توجب لهم النار، وهذا فضل من الله، الجنة فضل من الله يعطيه من يشاء، أما النار فهي عدل من الله لا يدخلها إلا من يستحقها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.